السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل الدعوة في باكستان اللي هي دعوة التبليغ، هل هي دعوة يعني حقيقية وتشجعوننا على أن نذهب إلى باكستان؟ ومما يقولون بعض الناس أن هذه ليس صحيح وفيها شبهة، يعني فنبغاكم تدلونا على ما في خير جزاكم الله خير. أولا، جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم جماعة التبليغ هم الذين يذهبون إلى باكستان، وهم لا نتهمهم بسوء النية والقصد، لا يريدون بالذهاب إلا الخير لا شك، لكن هذا الذهاب صار سببا وسيلة للقدح في هؤلاء الجماعة، وصاروا يقولون إنهم يذهبون إلى هناك ليأخذوا العلم والإيمان عن قوم عندنا ولله الحمد من هم أعلم منهم ومن هم أقوى إيمانا. ثم إن هؤلاء القوم فيهم شبهة، لأنهم بنوا أصولهم على غير الأصول التي بناها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الدين، فهم بنوا أصولهم على بنوا أمورهم على أصول ستة. من يقرأ لنا؟ تحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، العلم مع الذكر، إكرام المسلمين، تصحيح النية، الدعوة إلى الله والخروج في سبيله. لو أنهم بنوا هذا الأمر على ما بناه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان خيرا لهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ولا أظن أحدا يكون في قلبه أدنى شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بما يبنى عليه الإسلام، وأنه أنصح الخلق وأنه أبصح الخلق. وقال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال: الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لهذا أنا أنصح إخواني من أهل التبليغ وأكرر عليهم النصيحة أن لا يذهبوا إلى باكستان، أولا دفعا عن أعراضي، لأن كثير من الإخوة إذا أثنينا على جماعة التبليغ وقلنا إن لهم تأثيرا لم يقم به أحد غيرهم، وتأثيرهم واضح، كم من ضال اهتدى على أيديهم، وكم من فاسق أطاع على أيديهم، بل وكم من كافر آمن على أيديهم. قالوا: لا، هؤلاء القوم فيهم وفيهم، ومن جملة ما يجعله سبب القتل سفرهم إلى باكستان. فأنا أكرر نصيحتي لإخواني الذين يوجدون في الجزيرة، أكرر عليهم النصيحة بأن لا يذهبوا إلى باكستان. ويجتمع بعضهم مع بعض والحمد لله في مكة في الحج، في العمرة، في رمضان أو في غير رمضان، أما أن يذهبوا إلى بلاد لا نعلم حقيقة ما عليه من يديرون دفة الأمر فيها فهذا لا ينبغي. شيء آخر أنصح به إخوان جماعة التبليغ: الحرص على العلم، الحرص على العلم، التعلم بقدر ما يستطيعون، فبقدر ما يخرجون إلى الدعوة إلى الله والاتصال بالناس وزيارتهم ودعوتهم إلى الحق جزاهم الله خيرا ونفع بهم، نقول بقدر ذلك يتخذوا علما، يتخذوا علما، يحضروا مجالس العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى علما وتعليما ولو في الأسبوع مرة، ليعرفوا شيئا مما يجهلهم كثيرا، لأن هذا أيضا مما ينقمه الناس عليه بأنهم بعيدون عن العلم. وإن كان بعضهم يقول إنهم لا يحبون المناقشة في العلم إطلاقا، بل يحبون
أن تمشي الأمور على ما هي عليه. وهذا لا شك أنه ثلم على جماعة التبليغ، فلو أنهم يحرصون أيضا على العلم لكان خيرا. والعلم ليس في كتب الفضائل فقط، كتب الفضائل ونعم وخير وتنمي الإيمان وتزيد في قوته، لكن ليست هي كل العلم. لا بد من معرفة الأحكام كما نعرف الرقائق التي ترقق القلوب، فهذا أيضا مما ينقم عليه. أما مسألة تحديد الخروج بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهر أو شهرين، فأنا لا أنقمه على جماعة التبليغ، لأن هذا قد يكون من باب الوسائل، أي من باب أنهم يرون أن تحديد المدة وسيلة لاستصلاح الرجل الخارج معه. والوسائل ليس لها حد شرعي، الوسائل كل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود ما لم يكن منهيا عنه بعينه، فإن كان منهيا عنه بعينه فلا نقربه. فلو قال قائل أنا أريد أن أدعو شخصا بالغنى والموسيقى لأنه يطرب لها ويستأنس بها وربما يكون هذا جذبا له، فأدعوه بالموسيقى والغنى، هل نبيح له ذلك؟ لا، ما يجوز. لكن وسيلة لم ينهى عنها ولها أثر، هذه لا بأس بها. فالوسائل غير المقاصد، وليس من اللازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها ويقول هذه جائزة وهذه غير جائزة، لأن الوسائل لا حصر لها ولا حد لها، وكل ما كان وسيلة لخير فهو خير. لذلك أنا أكرر مرة أخرى أن يحرص إخواني جميع جماعة التبليغ على أن يتلقوا العلم ويقرأوا كتب العلماء، كتب من يثقون به بعلمه ودينه، حتى ينتفعوا بها. أما مجرد الاقتصار على الرقائق التي ترق القلوب، هذا لا شك أنه فيه خير، لكنه لا يكفي في ثقافة المسلم.